الأصل في النكاح أنه من سنن المرسلين عليهم الصلاة والسلام. نعم، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، يعني من لا كان بحاجة إلى النكاح يتزوج. لماذا؟ لأن النكاح بإذن الله يكون سبب لعدم الوقوع في المعاصي. نعم، ينبغي أن يختار ذات الدين. نعم، وإذا وقع في نفسه خطبة امرأة له أن يستأذن من وليها في النظر إليها. ولا بد في العقد من ولي للمرأة، يعني أبو المرأة أو جد المرأة. نعم، ولا بد من شاهدين، وموافقة الزوج وموافقة الزوجة.